فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع كتاب السهو سنن النسائي. أين وقفنا؟ وقفنا عند حديث إنما أنا بشر مثلكم، يعني مثلكم. حديث أنا بشر، حديث ده في صحيح مسلم، أبي وأبوك في النار، صحيح مسلم. أبي وأبوك في النار، صحيح مسلم. أنتم قال النبي إنما أنا بشر أنسى كما تساون فإذا نسيت فذكروني. قال هو قال لو كان حدث في الصلاة شيء أنبأتكم. رضوانك أستاذ محمود، أنا أريد الإخوة يعني تطمني على أستاذ محمد سمير. أسأل الله أن يفرج كربه، أسأل الله أن يسدد خطاه، وأسأل الله أن يشكر له. بالله طمنوني على الأستاذ أحمد محمد سمير. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وقال لو كان حدث في الصلاة حدث أنبأتكم به. إذا أوهم أحدكم، يعني نسي أحدكم. إذا أوهم أحدكم. لا 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 والله بس خلص الدرس يا علي. اتفضل. ولا ايه؟ انتوا امتلكتونا هناك ولا ايه حكايتكم؟ انت لازم تكمل لنا عشان خاطر الصوت هيطلع دلوقتي حالا. بالله عليك اول ما يبدا همشي انا على طول. نعم. فقال اذا اوهم يعني نسي، اذا اوهم احدكم في صلاته فليتحرى اقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين. وهذه فيها دلالة على أن من نسي أو أشكل عليه فإنه يتحرى غلبة الظن، وهذا عند الحنابلة. أما الجمهور قالوا يبني على اليقين، يقلل، يعني هو شك ثالثة أم رابعة، هو غلب على ظن أنها رابعة يقول رابعة ويسجد بعد السلام. إذا قال لا هي ثالثة يبقى ثالثة ويسجد قبل السلام. لكن الصحيح أن نقول يبدأ باليقين، يقول أقل، يبني على الأقل كما قال سلم، فليطرح الشك، الشك لن يفيده، فليطرح الشك وليبني على اليقين، وليبني على اليقين. وفي رواية أيضا عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا أوهم يعني حدث له الشك أو النسيان قال يتحرى الصواب. ثم طبعا هو أوهم هنا معناه أن في راجح ومرجوح، في رايح في راجح في مرجوح، في رايح وفي في راجح في مرجوح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاتي فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. من شك في صلاتي، هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ يبني على ما استيقن. يقول صليت ثلاثة وشاك ان هم أربعة، هجيب الرابعة هجيب الخمسة. لا لا، ابني على الأقل، البناء على الأقل هو الأصل. قال فليسجد سجدتين بعد السلام، هنا يبين أن سجود السهو يكون بعد السلام. لكن حقيقة الأمر عند الحنابلة إذا كان في الشك وغلب الظن فهو مخير أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، قبل السلام أو بعد السلام. وفي رواية من شك في صلاتي فليسجد سجدتين بعدما يسلم. كما قلت قد ورد قبل السلام حتى لا يقال أن الفصل الخطاب أن يكون بعد السلام. نعم. وفي رواية عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاتي فليسجد سجدتين قال حجاج بعدما يسلم وهو جالس. هذه الروايات الثلاثة التي جاءت متوالية كلها السجود فيها بعد السلام، بس في هذا الباب. وفي رواية هنا قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال إذا إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، والشيطان يعني يوسوس الإنسان، يأتي يخطر بينه وبين صلاته، يريد أن يفسدها عليه. جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. هو بيتكلم هنا أهو فلا يدري كم صلى، قال فليسجد وهو جالس، وجعلها مطلقة. فهذه دلالة على أنها تصح قبل السلام وتصح أيضا بعد السلام. وختم الأحاديث بقول إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له درات لا يستطيع. فإذا قضي التثويب
أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، حتى يخطر بين المرء وقلبه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. هنا زيادة في الأحاديث، وهو أن الشيطان له أصوات، يأتي بأصوات هذه ما يريد يسمع الأذان، وهذه معناها أن الأذان شديد جدا على الشيطان، شديد جدا على الشيطان. وهذا كما قلنا المنقوع في الماء الأسود بيقول لك اشرب الشمال، وبين له أن الشرب الشمال ليس شرب الشمال. ما لك يا أستاذ روان؟ ما عندك؟ ما لها روان هذه؟ ما عندها؟ إيش تريد؟ وما لك يا أستاذ أحمد؟ الله قال أنت نعم 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 لن تراني، صحيح. الصحيح أنه قول الله لن تراني يعني لن تراني في الدنيا، قوتك البشرية لا تستطيع تقوى أن تراني بها، لكن هذه ليس منعا لرؤية الله في الآخرة، ده أنعم نعيم الجنة أن يراه في الآخرة، هذا معنى لن تراني. طيب، يبقى إذن الشيطان يدخل ليفصل، ليفصل بين المرء وبين وبين البرنامج اللي بيوصل ابرز الصلاه. طب بس اخلص الحته دي، ان الشيطان ياتي يفصل بين العبد وبين الصلاه، يوسوس له. فاذا اذن المؤذن اتى باصوات حتى لا يسمع الاذان، فاذا قضي الاذان دخل ليخطر للمرء بينه وبين قربه، يلبس عليه، هي ثلاثه اربعه، صلى اثنين، صلى واحده. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد ذلك يبني على اليقين، او قال يتحرى الصواب ثم يسجد فليسجد. هنا في تقدير، قال فليسجد فقط، ومعناها انه يسجد بعدما يبني على اليقين، او يتحرى الاستاذ روان، مساله لن تراني اقول ان الله تعالى قال لن تراني في الدنيا لان القوى البشريه لا يستطيع رؤيه الله، لانه قال فلما تجلى ربه للجمل للجبل جعله دكا. والنبي نفسه محمد سيد الاولين والاخرين لا يرى الله في الدنيا بس فقط. نعم، الفؤاد المستنبطه، النبي بشر، بشريه النبي، يهم كما يهم البشر، اذا شك المرء فيبني على اليقين، فالبناء على اليقين هو الأصل. نعم، الفائدة الثالثة، المجمل لا يؤخذ منه الحكم، المجمل لا يؤخذ منه الحكم. نعم، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.